نرجع تاني مع بعض ونقول قائمة النادي الأهلي النهاردة العشرين لعيب اللي مختارهم كابتن فتحي مبروك واللي باتوا في المعسكر من امبارح مع النادي الأهلي. شريف إكرامي، أحمد عادل عبد المنعم، مسعد عوض في حراسة المرمى، وهيتم استبعاد أحد الحراس يا أحمد عادل يا مسعد عوض، محمد نجيب، سعد سمير، عمرو أشرف، أحمد فتحي، أحمد شديد، صابر رحيل، حسام عاشور، تريزيجيه، موسى إيدان، عمرو جمال، احمد نبيل مانجا، كريم بامبو، محمد حسن، رمضان صبحي. محمد حسن ده اللاعب الهاف ديفندر اللي هو في فريق الشباب، رمضان صبحي، احمد رؤوف، السيد حمدي، وانضمام عماد متعب يعني بعد فتره غياب كبيره بيرجع تاني لقائمه النادي الاهلي او المعسكر النادي الاهلي، واعتقد ان هو هيكون على دكه البدلاء النهارده. دي اجزاء واهداف قديمه من لقاءات ما بين الاهلي وبتروجيت والزمالك وسموحه شفناها من شويه مع بعض. الكابتن علاء عبد الصادق المشرف العام على فريق كره القدم في النادي الاهلي بيقول ان في مكافئات خاصه في حاله الفوز النهارده والحصول على بطوله الدوري. ده بالنسبه لاخبار النادي الاهلي، ومش هيختلف التشكيل زي ما قلت لكم عن المباراه اللي فاتت. النادي الاهلي هيلعب بشريف اكرامي، سعد سمير، محمد نجيب، احمد فتحي، وناحيه الشمال صابر رحيل، احمد نبيل مانجا، وحسام عاشور، رمضان صبحي، تريزيجيه، بامبو، وعمر جمال. ده تشكيل متوقع النهارده للنادي الاهلي. امبارح فوجئت ان في شماريخ اتحدفت على اتحاد الكوره والناس كانت عايزه تحرق تاني اتحاد الكوره، ورغم ان احنا الدوله يعني تحملت مبلغ كبير جدا، انا مش عارف كام، حوالي يعني 15 20 مليون جنيه عشان تعمل، او اقل يعني هنعرف الارقام بالظبط، عشان تعمل مقر جديد لاتحاد الكوره المصري بعد ما اتحرق طبعا، وكلنا فاكرين اتحرق امتى وازاي. ففوجئت ولقيت حاجات شماريخ وناس بتهدد اتحاد الكوره ان هو هيتكسر ومش عارف ايه، يعني مش عارف ايه الداعي او ايه اللي خلاهم يعملوا كده ومين اللي عمل كده. انا معايا كابتن عزمي مجاهد المتحدث الرسمي او المتحدث الاعلامي باسم اتحاد الكوره المصري. كابتن عزمي ازاي حضرتك؟ مساء الخير يا كابتن كريم، وكل سنه وانت طيب ورمضان كريم. وفي البداية أنا بقدم التعازي لكل الرافدين في وفاة المستشار عبد الحميد شاهين، حارس مرمى نادي الزمالك ومنتخب مصر وأمين صندوق نادي الزمالك وأمين صندوق الاتحاد المصري لكرة القدم، اللي وفاته المنية بعد الفطار أمس، وتم تشييع الجنازة اليوم في السيدة نفيسة بعد صلاة الظهر، وإن شاء الله العزاء بإذن الله يوم السبت في الحمدية الشهرية بإذن الله. إحنا بنتقدم لأسرة الكابتن عبد الحميد شاهين بوفر العزاء، وربنا يصبرهم إن شاء الله. بقاء لله في الكابتن عبد الحميد شاهين. طبعا كان حارس مرمى نادي الزمالك في فترة الستينات، وكان أمين صندوق، ويعني مسك مناصب كتير داخل نادي الزمالك، وكان من الشخصيات المحترمة، ومش يعني برضو يعني قاسى كتير الفترات اللي فاتت، كان يعني مرض طول جدا وكان مرض قاسي، ولكن ربنا يرحمه يا رب، ويعني ربنا خده في احلى ايام في الدنيا في شهر رمضان المبارك يا كابتن عزيز. الحمد لله، وهو طبعا احنا البركه في عمر وكريم ومصطفى، والنهارده كان يعني للاسف الشديد كريم ما كانش موجود في الجنازه الا الكابتن محمود سعد والكابتن ابو رجيله والكابتن منير كمال فقط، واثنين مصطفى بتاع اوضه اللبس هو وابو العيلة الفول ابو العيلة. لا، الناس كلها تكون موجوده ان شاء الله في العزاء يوم السبت. ممكن الناس ما عرفتش، بس يا كابتن انت عارف ظروف رمضان والناس ما عرفتش غير متاخر ممكن. الحمد لله، لكن كان في ناس كتير، والحمد لله انت عارف الكابتن شاهين كان طول عمره راجل من راجل محترم جدا، وله علاقات طيبه بكل الناس، رحمه الله واسعه عليه باذن الله يا رب. ربنا يرحمه يا رب ان شاء الله. طيب النهارده كريم بقى الصبح النهارده الساعه 4 بعد الفجر كده جت الاربع عربيات، منهم عربيه 4x4 وكان في عربيه نقل في الناحيه الثانيه، ومروا بالطريق العكسي امام اتحاد الكوره ورموا شمروخين وكيسين ثلاثه بنزين وتم رصدهم عن طريق الكاميرات بتاع الاتحاد. وطبعا جه رئيس مباحث اسمه قصر النيل. يعني الكاميرات جابت الناس بوشها ولا ما عرفتش تجيبهم؟ جابت الناس بالعربيات بكل حاجه وبعدين بيني وبينك يا كريم، يعني احنا بنتكلم بصراحه، يعني احنا في مرحله جديده. طب الناس اللي حرقوا قبل كده الاتحاد طلقاء، بقى زالوا طلقاء ايضا، يعني ما اتخذش معاهم اي اجراء
طب يعني هل ده مش المال العام ده؟ واحنا مال يعني، مش ده مال دولة يا جماعة؟ بالظبط. ولا طيب يعني هل تم تحديد الشخصيات، عرفتوا مين ولا لسه كابتن التحقيقات؟ والله ده بقى الشغل في النيابة. وخدوا السداية طبعا مسجلة فيها كل حاجة واضحة جدا، وإن شاء الله هيتم الإعلان عنهم إن شاء الله بعد ما يقبضوا عليهم بإذن الله. بس ده مؤشر برضو للبيانات اللي بتطلع كابتن كريم، والتهديدات اللي بتيجي، والشحن الزائد، والفتنة اللي بتحصل كل يوم. فيعني لابد أن يكون هناك وقفة، لأن مصر مش مستحملة فوضى بعد كده. طيب هل في خسائر في الاتحاد ولا جت سليم؟ إطلاقا مفيش الحمد لله إطلاقا. طب هل من ضمن التجهيزات الجديدة بعد ما المبنى اتجدد واتطور واتعمل بشكل جديد فيها، هل في تجهيزات للحاجات أو الحوادث دي يا كابتن، إن هي تبقى مثلا حاجات عوامل أمن وسلامة؟ في أمن وسلامة ضد الحريق، وفي كاميرات، في كل حاجة، في على أحدث مستوى. على أحدث مستوى يعني الحمد لله مفيش أي خسائر يعني اطلاقا اطلاقا. وبعدين خد بالك النهارده اتصور كل حاجه، عشان الناس اللي بتفكر برضو يبقوا عارفين ان النهارده العربيات اللي جت ومشوا في العاكس، يعني في طريق المعاكس من قدام النادي الاهلي، جم من قدام النادي الاهلي يا كريم، اخد بالك؟ جم بطريق المعاكس، يعني من قدام النادي الاهلي والبطيء كمان. ايوه فاهم؟ عشان يقدروا يرموا، فهم طبعا مستعجلين فما عرفوش يرموا الا شمروخ ولا شمروخين وتصوروا يعني. وفي واحد نظر واقف على الشمال، واحد واقف على اليمين، واحد واقف على الرصيف الثاني، كل ده متصور، كل ده متصور، كل ده بس والحريق اللي قبل كده يا كريم متصورين صوت وصوره يا كريم برضه، والحريق القديم والناس ما اتجابتش، اذا كان حرقوا نادي الشرطه ونادي واتحاد الكوره، واللي النهارده ما جوش برضه من حقهم. بس لازم يكون في حزم في الموضوع ده يا كابتن، عشان يعني ما يتكررش تاني بقى. مش هنفضل ما احنا يعني احنا قلنا هنبدا عصر جديد، فلازم يبقى في حساب. احنا بنقول المال العام يا كريم، وبنقول يا جماعه نحط ايدينا في ايدين بعض. الفتره اللي جايه دي مش محتاجه الكلام ده خالص. بالظبط، محتاجه اذا كنا بنحب بلدنا نحط ايدينا في ايدين بعض، والقانون يبقى هو الفيصل مع اي حد يخالف. بالظبط. وبعدين احنا مش في حاجه الفتنه اليومين دول بقى، يعني مش في حاجه الفتنه ما بين الجماهير وبين الانديه، احناش في حاجه للكلام ده يا كريم. البلد مش مستحمله يا كريم. ايوه. فلابد ان احنا كرياضيين نبقى على قد على المستوى على الاقل يا كريم. صح. نساعد على استقرار البلد وامن البلد. هو كابتن لو في حد يعني لو في حد اتحاسب واتمسك وتعاقب اللي عمل الفعل ده، هيبقى بعد كده الناس هتاخد بالها وهتعرف ان في حساب. لكن لو الامور اتثابت كده هتتكرر تاني وتالت ورابع. خد بالك يا كريم لما بتيجي تقرا وتلاقي برضه في طابور خامس شغال ضد الشرطه دلوقتي. لا ما حدش يقدر خلاص يشتغل ضد الشرطه والجيش والحكومه. لا خلاص داخلين الوقت برضه ما زالوا شغالين في الموال ده. خليهم يشتغلوا يا كابتن عزمي، مفيش مشكله، اللي يشتغل يشتغل، المهم بلدنا تمشي والقانون يتطبق والامور تمشي بشكل كويس. بقول لك الشرطه رجعت لفترتها السوداء يا اخي، الله يخرب بيكم، ده انتوا خلصتوا على البلد، عايزين ايه تاني؟ بالظبط. عايزين ايه؟ في بلد محترمه من غير شرطه؟ مين طبعا اللي ينفذ القانون؟ طيب كابتن عزمي الشعب فاق على فكره، الشعب فاق وهيساند الشرطه وهيساند جيشه ومش هيرجع لورا. اكيد. وبعدين حتى كمان يعني الحاجات دي مش يعني في رمضان، احنا في رمضان يعني، حتى لو حد عايز يعمل حاجه ده احنا في رمضان. عيب رمضان وغير رمضان يا كريم، ده بلدنا وده مال عام بتاعنا، مالنا احنا، مال الشعب. بالظبط. طيب كابتن عزمي خليني اخدك لموضوع تاني، وهو النهارده تم الاعلان رسميا في اتحاد الكوره عن بدء الدوري الجديد في 14 اغسطس. ليه يا كابتن عزمي بدري؟ احنا كده مش هنلحق ناخد اجازه. والله عشان احنا السنه اللي فاتت اتاخرنا قوي يا كريم. عشان ارتباطات المنتخبات برضه. يعني 14 اغسطس فعلا موعد رسمي لبدايه الدوري الجديد؟ الى الان. ولا لسه في ممكن كلام الفتره الجايه؟ لا الى الان اللي هو كده، لان برضه المنتخبات عندها ارتباطات يا كريم. وكابتن شاوي غريب عايز يستعد عشان المباراتين اللي في الاول. أيوة. مع السنغال وتونس. ايوه لكن مش بشكل نهائي يا كابتن. النهارده تم الاعلان بس لسه في دراسه يعني، ولا الاعلان بشكل نهائي؟ انا شايف ان ده بشكل نهائي، لان برضه خد بالك يا كابتن كريم، الدوري هو احسن اعداد للمنتخب. احسن اعداد للمنتخب. تمام. هو مين اللي خد القرار؟ مين اللي بياخد القرار؟ كابتن فاروق جعفر؟ لما بالاشتراك مع الكل، اللجنه الفنيه
مع مجلس الاداره مع الحاج عامر حسين برضو اكيد رئيس لجنه المسابقات. طبعا مع لجنه أكيد. المسابقات طبعا الحاج عامر حسين، لان برضو خد بالك يعني لو تفتكر تتذكر 2006 و8 و10 الدوري كان منضبط يا كريم، وكان فيه لعيبه كتير، فكان الجهاز بيختار اللي هو عايزه. بالظبط بالظبط بالظبط. تمام، بشكرك كابتن عزمي وكل سنه وحضرتك طيب. فاصل، نطلع فاصل ونرجع نكمل مع كوره كل يوم.